من فقرة الصحافة التي تابعنا فيها أبرز ما جاء بخصوص خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور التي تعقد فيها وزارة الصحة هناك مؤتمرا صحفيا بالاشتراك مع عدد من مسؤولي منظمة الصحة العالمية بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت أو بدأ ظهورها في مدينة ووهان الصينية عاصمة مقاطعة هوبي، وصولا إلى انتشار الحالات في مقاطعات مختلفة من الصين وتفشي الوباء أو ظهور بالأحرى حالات الوباء والإصابة في دول مختلفة من جنوب شرق آسيا. نحن الآن مع متابعة لما يجري في مختلف دول العالم، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد أعلنت عن حالة مصابة أيضا. اليوم ماليزيا تعقد هذا المؤتمر الصحفي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للنظر في أي جهود يمكن أن تبذل فيما خص الإجراءات الوقائية أو التدابير الاحترازية التي ستتخذ في المستشفيات أو في المطارات فيما يخص الحجر الصحي أو العلاجات التي يمكن أن تقدم للحالات التي يكتشف فيها الإصابة، ولكن بشكل مبكر للغاية كما تحدث كثير من الأطباء المتخصصين. Amin. Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Jabatan Immigration, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan, Jabatan Laut Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, pihak berkuasa penerbangan awam dan Malaysia Airport Berhad. Ya. Ini telah diadakan satu mesyuarat di PKM. Antara perkara yang disetujui dalam mesyuarat tersebut ialah pengukuhan saringan, ya, networking, kemasukan mereka-mereka yang mengembara, ya, they call it a traveller, ya, daripada negara-negara China, termasuk kita bagi laluan khas. Kalau daripada negara China memang ada laluan khas untuk buatkan saringan yang lebih teliti dan lebih rapi. Merujuk pengembara, ya, itu warga negara dan bukan warga negara yang pulang ke Malaysia ini kepada kalau apa-apa yang هذه كوالالمبور وآخر ما آخر محطات هذه الجولة الصباحية من الآن.